اهلا بكم ابناء الاعزاء طلاب الصف الاول والاعداد. ان شاء الله النهارده مع بعض هنحل المودلز تحت الجيومتري الموديل 2. طبعا بنحل من امتحان من ايه من كتاب المعاصر بتاع الامتحانات. نيجي مع بعض في موديل 2. اول سؤال بيقول لي كومبليت ايتش اوف ذا فالونج ذا سام اوف ميجرز اوف ذا اكيوموليتيف انجلز ات ا بوينت. طبعا اكيوموليتيف انجلز ات ا بوينت اللي هم ايه مجموعه الزوايا حوالين نقطه كده، دول مجموعهم كام؟ 360 ديجري. If a straight line intersect two parallel straight lines, then each two corresponding angles are each two corresponding angles طبعا are equal in measure. بعد كده measure of angle A equal 110, then reflex على طول 360 minus 110 يبقى 250 degree. Two right angle triangle are congruent if the force case لمين؟ للكونجرنت. دول نحفظهم صم لانه بيجوا اسئله كومبليت، فايه هنكمل النص بتاعها كبير كده، هنكمله بالكامل. The two adjacent angles formed by two adjacent angles formed by intersection of a straight line and array with a starting point on this straight line، يعني straight line كده وادي ري اهو بالشكل ده. The two adjacent angles دول are supplementary. نروح للسؤال اللي بعد كده بيقول choose the correct answer from those given. Angle X complement angle Y. Angle X congruent angle Y. يبقى angle X equal A. طالما complement يبقى مجموعهم 90 degree والاثنين كده congruent يعني equal يبقى كل واحدة منهم 45 degree. السؤال اللي بعده the number of triangles. هنا عشان اعد number of triangles خلي بالك وركز كويس جدا، ده كده 1 وده كده 2 كده 3 كده 4 تمام، الاثنين دول مع بعض كده 5، الاثنين دول مع بعض كده 6، الاثنين دول مع بعض كده 7، كده مع بعض يبقى 8، يبقى انا عندي 8 triangles. The ratio between the measures of two supplementary angles 5 to 13. Then the measure of the smaller angle. طبعا الاثنين 5 to 13. مجموع الاثنين كده مع بعض 18. ده sum. والsupplementary مجموعهم 180. ده الكلام اللي خدناه من ايه؟ من اول ابتدائي بالشكل ده. طيب بعدين هفكركم بحاجة تاني، ده اللي خدناه في ايه؟ في ستة ابتدائي ده. انا عايز دي اللي هي ايه؟ اللي هي تحت ال 5 smaller. يبقى هعمل دي كروس هتبقى اكس دي ايكوال ايه ايكوال 5 تايمز 180 اوفر 18 ديفايد باي 18 1 وهنا ديفايد باي 18 ايكوال 10 5 تايمز 10 ايكوال ايه 50 يبقى 50 ديجري. دي طريقه حل. الطريقه الثانيه نعمل ايه؟ هعتبر ال 2 انجلز واحده 5 اكس والثانيه 13 اكس، مجموع دول 180 يبقى 18 اكس equal 180 يبقى x كده equal a equal 180 divided by 18 equal 10. خلاص انا عرفت x equal 10. smaller عندي 5 يبقى the smaller equal 5 times 10 equal a 50 degree. دي طريقة الحل اللي هي ايه بتاعت جريد بتاعت اول اعداد. دي الحل ده خدناه من ستة ابتدائي السنة اللي فاتت. شوف السؤال اللي بعد كده بيقول لي triangle ABC congruent triangle XYZ measure of angle A plus measure of angle B equal 100 بس. then measure of angle Z. عندي two triangles. ال two triangles دول congruent. الأولاني اسمه ABC والتاني اسمه XYZ. A و B مع بعض equal 100 يبقى X و Y هيكون 100 زيهم. Z هنا هي نفسها C. Z دي هي نفسها C. طب C دي كام؟ C equal 180 minus 100 يبقى equal 80. يبقى Z هتكون زيها A 80. سؤال بعد the two straight lines that are perpendicular to third one are اتنين ستريت لاين بيربنديكولار على ثيرد، هما الاثنين بيربنديكولار يبقى الاثنين دول هيكونوا ايه؟ بارل.
the figure space is not congruent to the opposite figure. مين في دول؟ مين في الأربعة اللي تحت دول؟ congruent not congruent ده واضح بوضوح الشمس واحد كبير شوية اللي هو ايه ده. السؤال اللي بعد بيقول لي mention two cases of congruency of two triangles. طبعا ايه الفور كيسز قلنا بنحفظهم صم وبيجي منها سؤال بالشكل ده يقول لي قول لي اتنين منهم او يجي سؤال كومبليت زي اللي جه في السؤال ايه الاول. فكان ان ذا اوبزيت فيجر اي بي ايكوال بي سي ايكوال واي دي ايكوال دي سي ميرف انجل سي ايكوال 80 ميرف انجل بي دي سي ايكوال 40 بروف ذات ان التو ترانجلز دول كونجرن. خلي بالكوا هنا موضوع الكونجرنت هنا لازم افتكر ايه اكون مركز كويس وحافظ الكيسز كويس جدا وفاهمها كويس. التو ترانجل بنفتح قوس كبير كده وبنكتب فيه ايه المعلومات اللي عندي اللي هي هستفيد منها. المعلومة دي ودي ان ده وده ايكوال اي بي ايكوال بي سي وبرضو اي دي ايكوال دي سي. المعلومة التالتة انا كده عندي اتنين سايد ايكوال اتنين سايد. المعلومة التالتة ان السايد ده كومن بي دي از اي كومن كده بالشكل ده. الثلاث حالات دول اس 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 سايد 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 الثري سايدز هنا ايكوال الثري سايدز في الترينجل الثاني كده يبقى التو ترينجلز دول ايه كونجر. بعد كده عايز ميجر اوف انجل ايه اي بي دي اي بي دي اللي هي دي طبعا ميجر اوف انجل اي بي دي ايكوال ميجر اوف انجل مين سي بي دي ايكوال 180 ماينس مجموع الاثنين دول اللي هي 40 و 80 يبقى 80 بلس 40 يبقى 180 ماينس 120 ايكوال 68 ديجري. السؤال بقى بيقول ان ذا اوبزيت فيجر DE parallel to AC measure of angle A equal 110 measure of angle D equal 70 بعد كده find measure of angle C. measure of angle C دي سهلة خالص اقول له ايه طبعا because DE parallel to AC يبقى هستنتج من ده انه measure of angle دي هتكون ايكوال ميجر اوف انجل سي ايكوال ايه ايكوال 70 ديجري ودول اكتب جنبهم ايه كلمه الترنيت التو انجلز دول الترنيت عشان على شكل حرف الزد كده. نيجي بعدين عايز بروف ايه اف اي بي اي بي is AB parallel to CD هقول له yes AB parallel to CD منين because A angle A plus angle C measure of angle A plus measure of angle C equal 110 plus 70 equal 180 degree ودول ايه interior interior angles وحطها له بين ايه قوسين دي ودي مجموعهم ايه 180 degree. بس خلصنا حل السؤال ده نروح للسؤال اللي بعده بيقول لي use the geometric instruments to draw triangle angle ABC where measure of angle B equal 80 degree then draw BD to bisect it. هرسم angle 80 degree كده بالشكل ده باستخدام البروتراكتور وبعد كده هجيب الكمبس اللي هو البرجل واحط السن بتاعه في السن في هنا خلي بالك دي اسمها B
وهنا ايه ايه وهنا ايه سي. احط السن عند بي واعمل ارك كده، بعد كده احط سن الكامبس هنا واعمل ارك تاني كده، والسن هنا وارك تاني كده، هيتقاطعوا دول مع بعض كده. اروح موصل ايه ده كده يديني ايه بي دي. بي دي ده بايسكت الانجل، هلاقي دي 40 ودي 40. السؤال بعد كده بيقول لي ان ذا اوف ذا فيجر اي سي انترسكشن بي دي ات بي، ميجر في انجل اي بي دي ايكوال 50، ميجر في انجل دي بي سي ايكوال 2 اكس، فاين ان ديجريز ذا فاليو اوف اكس. طبعا ايه عشان المعلومه دي اللي هي اي سي ذا ستريت لاين وبي دي بي دي راي وايه وانترسكشن بتاعهم بي، يبقى على طول ميجر في انجل اي بي دي بلس ميجر في انجل دي بي سي ايكوال 180، يبقى 2 اكس بلس 50 ايكوال 180، يبقى 2 اكس ايكوال 180 ماينس 50، 2 اكس ايكوال 130 ايكوال 130 ديفايدد باي 2 ايكوال 65، كده اكس ايكوال 65 تمام 65 ايه ديجري. نروح للسؤال اللي بعده. In the observed figure BD bisect angle ABC، measure of angle DBC equal 35، measure of angle DBDC equal 120، find measure of angle A. عايز angle A اللي هي دي. طبعا انا اعمل ايه؟ اول حاجة measure of angle، طبعا قبل ما اقول ميجر في انجل المفروض اقول بيكوز ايه بي دي بي دي بايسكت انجل اي بي سي، يبقى زيرفور او سو ميجر في انجل سي بي دي ايكوال ميجر في انجل دي بي اي ايكوال 35 ديجري. كده دي 35 ديجري، اقدر اجيب الانجل دي كمان دلوقتي ميجر اوف انجل اي دي بي بلس ميجر اوف انجل سي دي بي ايكوال 180، عشان دول سبلمنتري ادى ستريت لاين وده راي فوق من، يبقى ميجر اوف انجل اي دي بي ايكوال 180 ماينس ماينس 120 ايكوال 60 ديجري. كده انا جبت دي 60 ديجري، عايز اجيب اي اللي هي دي، يبقى ميجر اوف انجل اي ان تراينجل طبعا ايه اي دي بي في التراينجل صغير ده مجموع الزوايا الثلاثه بتوعه 180، يبقى ميجر اوف انجل اي equal 180 minus مجموع الاثنين التانيين اللي هي 60 and A، يبقى 180 minus 95 equal 85 degree. وبكده نكون خلصنا حل الامتحان ده، وشكرا لكم في امتحان قادم ان شاء الله.